الأحجار الكريمة كلنا بنسمع عنها، بتتميز إن ليها نوع من أنواع الطاقة، أو بتبقى بنقول بتتفاعل مع النفس. لكل شخصية بيبقى لها حجر كريم مميز، بيبقى لها لون مميز. الأحجار دي وإن أنا بلبسها بتعمل نوع من أنواع الريلاكسيشن أو الراحة النفسية، بتأثر على نفسيتي. في كتير منها بيجيب الحظ، في كتير منها بيبقى نوع من انواع مفتاح السعاده، في كتير منها لما بلبسه او انام او كده بنقدر انام براحه او بارتياح. علم الاحجار الكريمه والشغل بالاحجار الكريمه من الحاجات النادره وقليل قوي اللي بيفهم فيها. ضيفتي النهارده متخصصه في الاعمال اليدويه باستخدام الاحجار الكريمه. مبسوطه قوي ان بتنورني الأستاذة نوران مصطفى. أهلا بيكي. أهلا بيك. إيه قصتك مع الأحجار الكريمة؟ احكي لي. الموضوع كله جه برضو يعني بالصدفة. اشتريت خامات عادية جدا وقلت أجرب يعني، فلقيته في الآخر طلع شكله حلو جدا، فبدأت بقى أشتغل على نفسي وأعلم نفسي وبدأت أدور على الأماكن المتخصصة في الأحجار الكريمة مش التقليد، لحد ما وصلت. وبعد كده بدأت برضو، كان أصعب حاجة شغل المسمار، وفضلت لحد قعدت بتاع 4 شهور على ما اتعلمت وتمكنت. وبعدين كان أول أعتقد أول رمضان في 2018 ده كانت أول إن أنا أعمل جروب باسم برلاند وأنزل شغل عليه. ولما عملته يعني ممكن الرقم او العدد اللي على الجروب ما كانش كبير، انما بحكم ان المنوفيه برضو ما فيهاش الشغل ده كتير قوي او بالدقه دي وبالماتيريال العالي ده، فعمل سمع جدا وكانت بدايه انتشاري في الاول. وبعد كده رجعت تاني دلوقتي انزل بشغل اتقل، احجار اعلى. يعني ايه اعلى؟ يعني الصفاء بتاع العقيق، اللولي، الماتيريال. في لولي طبيعي كتير بس مش كله غالي. في حاجات بنشتريها بالقراط، الصدف، اللولي. كسر اللولي احيانا بيبقى اغلى. في ناس عندها معتقدات ان اللوليه كل ما كانت فيها التجزيعه يبقى ده معناه ان هي لوليه احلى، بالعكس هي كل ما كانت مبلوره اكتر ومتصنفره وما فيهاش بقع دي معناها ان اللولي ده نظيف جدا، اللي هي الجوده بتاعته، الكواليتي. الكواليتي بتاعته بتيجي من هنا. الاحجار زي الزفير، يعني ده بالنسبه لحجر الزفير، ده حجر البرج بتاعي. ده اللي انت لابساه؟ لا، ده لولي برضو طبيعي، وده صدف، حفر صدف هاند ميد. اللولي الزفير بالجرام، الاماتست بالجرام. الزفير غالي جدا، بس مش شرط ان احنا نلبس حاجه منه كبيره. يعني لو كل واحد عشان البرج بتاعه يجيب حجر صغير جدا. انا بلبس مثلا الزفير عشان طاقه البرج بتاعي الزفير، او الحجر السعاده بتاعي بتاع البرج بتاعي. فهي الفكره في انه مش لازم نجيب حاجه كبيره، انما طبعا العقيق كل ما جبنا عقيق افريقي برازيلي اليمني بس البيور طبعا تكلفته بتزيد. انت بما انك متخصصه بقى وانا شايفه عامله حاجات بسم الله ما شاء الله عليها جميله قوي، اشرحي لي بقى كده واحده واحده. انا شايفه على الستاند كل واحد من دول عباره عن ايه وهو الايه. الاخضر ده كسر حجر، الفاصل بتاعه زركون. كسر حجر. الفاصل بتاعه زركن، وفي برضو كسر حجر. الابيض ده لولي، والدلايه صدف، والدلايه نحاس، والمسمار بتاعه نحاس. الاخير ده من اكتر القطع اللي انا بعتز بيها، لان ده اكتر واحد حققت مبيعات وممكن دلوقتي ما اعرفش اعمله تاني مثلا. مش كل مره انزل اعرف اجيب نفس الورده. في ورد الورده بتاعته شغل الدروس ده غالي. وكمان مش موجود، موجود الحفر الهاند ميد على الصدف اللي زي اللي في الاحمر. ده موجود عادي جدا، هو الأحمر انما من ناحيتي. انما الورده الصدف اللي فيها لولي دي مش ما لقيتهاش تاني. فعشان كده القطعه دي بالنسبه لي لا مميزه، ما بقتش اقدر ابيعها. ممكن اغير الورده بنفس الفكره او بحاجه شبهها. بس والباقي كله عقيق وكسر حجر. الموف ده مايوركا. الموف اللي ناحيتي؟ لا، الموف اللي هو واخد تدريجات ايوه شايفه اللي في النص قدام. أيوة. قدام اللبني. هو والرمادي في ذهبي ده مايوركا.
برضو لا لا الاول بس فاهميني مايوركا اللي هو ايه، عباره عن المايوركا ده لولي صناعي بس ما بيقشرش. بس حتى لما بتمسكيه في ايدك الفرع بتاعه بتلاقيه تقيل. ده ما بيقشرش، ده من يعني انضف انواع اللولي الصناعي. بعد كده في حاجه اسمها نوع تاني اقل منه اسمه شرب اعتقد، برضو بشتغل بيه بس دايما افضل المايوركا. واللي جنبيه ده حقيقي اللي هو الابيض في لا الابيض في رمادي مايوركا، الموف مايوركا، الموف ده برضو الاخير ده مايوركا من ناحيتك. بس ده لايته فضه. وكنت عامله شغل كتير ده لايته فضه، انا ما بشتغلش في النحاس بس. دلوقتي المطلوب الفضه اكتر والصدف. الصدف ده طبعا عشان بقى غالي جدا وبقى بالجرام، فالموضوع يعني زاد شويه. من اكتر الحاجات اللي بتنطلب الورد الصدف. طيب اللي انا شايفه اللي هو النوع اللون اللي على سيمون شويه، السيمون البيج ده ده برضو عقيق. الفاصل بتاعه نحاس بس دليته هنا في الجنب، يعني الفاصل بتاعه في الجنب بيبقى شكله مختلف زي الاخضر. الاخضر ده تحفه في اللبس، من اكتر الحاجات اللي عملتها، لان في ناس بتبقى مش عايزه العقد التقليدي، مش شرط يكون ادوار كتير، هي عايزه حاجه تكون فكرتها جديده، فبنعمل الفكره بتاعت انه الفاصل يبقى في الجنب وبيبقى نديله شكل حلو قوي. دي من اكتر الحاجات اللي مطلوبه حاليا، ان الفاصل يبقى في الجنب، لانه عاده الدلايه في النص تعودنا دايما تبقى في النص محطوطه لا دلوقتي لا، في حاجات في فواصل بتبقى روعه في الجنب كده. انت اللي بتعملي الديزاين بتاع الحاجه دي؟ طبعا في حاجات كتير بتطلع فكرتها في دماغي، وده لما بعتز قوي بالحاجه اللي انا عاملاها. لما بتكون فكرتها من البدايه انا او اشتغلت وطلع الشكل الموديل ده حلو روعه. في حاجات بقى كتير بناخدها، مثلا كوبي بيجي لي مثلا عميله عايزه العقد ده شايفاه في الحته الفلانيه عايزه اخوه بعمله. يعني انا ممكن اتواصل مع نوران اقول لها انا شفت العقد ده في الحته الفلانيه عايزه اخوه، لان ساعات بتشوفه مثلا بلون هي عايزاه بلون تاني، وبحكم معرفتي بيها طب هتعرفي تعملي ده اوكي، بس عايزه اغير اللون تمام. مؤخرا بدات اللي مثلا اللي معاها حجر عقيق غالي وزهقت منه، هاتيه نغير في شكله كله بدل حاجه مش رخيصه، تعملي ريسايكل تاني بالظبط. بدل طبعا موديل تاني بدل حاجه مش رخيصه ونعرف نعمل لها اعاده تدوير. طب ليه؟ طب ما نغير الشكل خالص وهيطلع بيطلع في الاخر شكل مختلف تماما عن اللي كانت لابساه. مين ال اقول ايه الكاتيجوري او الفئه اللي دايما بتتعامل معاكي؟ هل هم البنات الصغيره؟ لا السيدات. السيدات البنات الصغيره دايما عايزه فضه والاكسسوارز السهله. انا بشتغل الهاند ميد، صعب جدا ان انا البس كل العقود دي، لان هو دايما عايز ليدي اكتر، مش عايز كاجوال، عايز ليه طريقه لبس معينه. فدايما انا والبنات الصغيرين يعني بالنسبه لي انا عشان لبسي كاجوال بحب النحاس اكتر، الا اذا كنت رايحه مناسبه او ليا لقاء فهبتدي البس حاجه من شغلي. ودايما شايله قطع كده بالنسبه لي مميزه، يعني بعت الاستاذ محمود من اكتر القطع المميزه بالنسبه لي الطاووس اللي انا اشتغلته ده. كان عقد رهيب، انا بعتز بالقطعه دي جدا لان فيها برضو الليلية بتاعتها كانت ضخمه مع ان انا ما بلبسوش، بس حلو، قلت يمكن في وقت من الاوقات اقدر البسه. بس لكن السن الصغير ده دايما عايز الحاجات السهله البسيطه، الفضه، الحاجات الصغننه، النحاس، العقود النحاس والانسيالات النحاس والاساور النحاس، بيبقى داخلها احجار كريمه بس ما تبقاش بالتقل ده. طيب المناسبات اللي دايما بيستخدموها او تقول لك ممكن انا اقول لك مثلا انا عندي مناسبه رايحه الحته الفلانيه او هلبس كذا، اديني انقلي ليه عليه. كتير دلوقتي، وبالاخص لما بيشوفوني مثلا لابسه الحاجه بطريقه صح. يعني ايه طريقه صح يا مروان؟ يعني انا كل اللي يهمني انا بحب اعرف كل حاجه، لان اكيد كل الاسئله دي كل اللي بيتفرج عليها عايز بيسالها. انا ممكن افضل البس واقلع البس واقلع لحد ما احس ان شكلي النهائي حلو. وما بفضلش العقود اللي تبقى فيها شغل كتير تتلبس مع تحت حاجه لازم تكون ساده. ما ينفعش ان انا البس عقد تقيل على حاجه مشجره، ده دايما وجهه نظري، بحس ان انت بوظتي العقده حتى لو كانت غاليه جدا. بس فده من الحاجات اللي ممكن بحس ان هي بتبوظ لي شغلي. يعني هو كل واحد هو وذوقه، بس ممكن حاجه زي دي تضايقني، فابتدي ممكن انا اتدخل بعد كده هم بقوا ياخدوا رايي.
بس انا هلبس عايزه منك كذا. وخاصه لما بنبقى انا بقى والعميله بقالكم مع بعض خلاص في ثقه، بنبتدي انا وهي ننقي سوا، او تبعت لي الطقم اللي هتلبسه اخد له ايه، انه لون يعني، مش اي اخضر وخلاص اللي هيتلبس. هي بالنسبه لها الطقم اخضر، لا الطقم ممكن يكون خضار، وفي الاخضر اللي هو القافل ده الزيتي يعتبر اخضر، انما ما ينفعش على انا دايما شايفه ان الزيتي يتلبس على بيجات، ده وجهه نظري ما اعرفش. انا بقول لك في الاخر ممكن اتخيل الشيء ويطلع في الاخر وحش جدا، فالمهم ان انا افضل ادور لحد ما يطلع انه المظهر او الشكل النهائي يطلع حلو جدا. مين اللي يليق معايا؟ طبعا اللي يهمني الاوتفيت في الاخر كده كله متناسق مع بعضه، ما اعرفش اطلع فيه غلطه. هي الاحجار الكريمه عامه بتدي نوع من انواع الاناقه او الشياكه. طبعا كل ما كانش فيه شغل دقيق، دي مش شغل عادي يعني، مش اكسسوارز عادي، ولو ضفتي له بقى يعني، انا بقول لك بدأ مدخله فضه كتير، الازرق ده كان دليته فضه اللي كنت عايزه اقول اللي كنت بقول لك عليه طابوس، والطاووس مش فضه انما هي دلايه تركي فصوصها زركن، ومعظم الشغل بتاع الفضه بتاعي فضه ايطالي فصوص زركن، فبيبقى عامل الفصل نفسه مدي بريق لامع جدا. برضو بقى دي فكره بقى ليل ونهار، دي بقى لسه ما حددناهاش، انا بحس ان الموضوع كله بيرجع للذوق بس. نورتني استاذه نوران مصطفى، مصممة الهاند ميد للأحجار الكريمة، نورتيني يا أستاذة نوران. بنورك، تسلم، ميرسي، وأتمنى لك المزيد من التوفيق يا رب. يا رب يا رب. للأسف دي كانت آخر حلقة أو آخر فقرة في حلقتنا النهاردة، وقتنا خلص. فقرة الأحجار الكريمة من الفقرات الجميلة اللي بحبها أو محببة لقلبي، أتمنى أن أنتم تكونوا استفدتوا منها، وأتمنى أنها تكون عجبتكم، وأشوف وشكم على خير الأسبوع اللي جاي.